عايزه اكلمكم عن برنامج مهم جدا. احنا سعداء في سي بي سي ان احنا قدرنا نحصل حصريا ولاول مره ان تحصل على هذه الحقوق حصريا، الحقوق العربيه الحقيقه حصريا، محطه مصريه. وانا بكلمكم بفخر عن سي بي سي، مش لان انا بنتمي اليها، ولكن لانها محطه مصريه براس مال مصري خالص. بكلم راس مال مصري خالص في معركه شرسه اقليميه. سي بي سي قدرنا ان احنا نحصل على الحقوق العربيه لبرنامج اكس فاكتور، ولكل الناس اللي بتتفرج على تلفزيونات اجنبيه، اكس فاكتور ده برنامج مواهب، والمواهب غنائيه بالشكل الاساسي، لا تعتمد فقط على الصوت ولكن تعتمد على الصوت والشو والفرق الغنائيه. عندنا ثلاث أنواع من المسابقات: مسابقة البنات تحت سن 25، مسابقة الولاد تحت سن 25، ومسابقة الفرق أيضا اللي هي الفرق الغنائية، ومسابقة من هم ولاد أو بنات من هم فوق سن 25. الأوديشنز أو المسابقات الأولى بتقام في مدن عربية كثيرة، في دبي، في الأردن، في المغرب، عندنا خلال أيام في تونس، ومصر خصصت لها مدينتين. يعني يا جماعة اللي عنده يشعر بموهبة الغناء ونفسه إن هو يعني يظهر كنجم، والحقيقة الأكس فاكتور ده في العالم كله أظهر فرق غنائية ضخمة وطلع نجوم غنائيين، اللي يشعر بده قدامه فرصتين: فرصة يوم 21 نوفمبر وفرصة يوم 22 نوفمبر. ده عشان يعمل الأوديشنز الأولانية، يعني يروح بثلاث أغاني هيغنيهم غالبا لايف، أو هيغنيهم هناك قدام عدد من السادة يعني الممتحنين، و هيتم التصفية، وبعدين نبتدي بقى مراحل البرنامج المختلفة. يوم 21 في القاهرة في قاعة المؤتمرات من الساعة 8 الصبح. 21 يوم 21 نوفمبر القادم، يعني الأسبوع الجاي، في القاهرة في قاعة المؤتمرات من الساعة 8 الصبح. واخترنا كمان مدينة تانية، قلنا لا، هي المواهب بس في القاهرة؟ لا، ذهبنا إلى المنصورة. تقولوا لي ليه المنصورة؟ لأنها بلد العملاقة أم كلثوم. قلنا إن إحنا هنروح المنصورة، أكيد في المنصورة في بنات حلوة جدا، وأكيد في المنصورة في أصوات حلوة جدا. مش بقول إن ده معناها إن ما فيش في مصر أصوات حلوة، لا طبعا، مصر كلها أصوات حلوة. أنا متأكدة إن صوت المصريين وأدائهم وإحساسهم موجود في كل مكان، لكن اخترنا القاهرة واخترنا المنصورة. والمنصورة يوم 22 نوفمبر الساعة 8 الصبح، فندق جامعة المنصورة. أرجوكوا لازم تكونوا موجودين هناك 8 الصبح. إذن عندنا مسابقتين، 21 و22 نوفمبر. لو انتوا يا جماعة حاسين ان انتوا عندكم مواهب، اللي عنده مواهب بنات وولاد تحت سن 25 سنة او فوق سن 25 سنة، فرق غنائية، وانا عارفة ان مصر مليانة فرق غنائية، وبصراحة بكل تحيز كده، وانا عارفة ان ده ممكن يضايق الناس المعدة للبرنامج، والبرنامج ده طبعا بالاشتراك براعي رسمي رئيسي ومشارك هو بيبسي، انا متحيزة للمصريين والمصريات، وعارفه ان متاكده ان شاء الله ان شاء الله ان البطل وان النجم او النجمه للاكس فاكتور العربي، اول عرض الاكس فاكتور عربي، هيكون مصري او تكون مصريه. بيضوا وشي بقى، وروني المواهب الكبيره، وخلونا نشوف اشياء حلوه تطلع في مصر. مصر دي محدش هيقدر يغيرها، محدش هيقدر يغير طبيعتها، ما حدش هيقدر يغير طبيعه الشعب المصري. احنا شعب بنحب الفرح، بنحب الغنى، بنحب المزيكا، بنحب الثقافه، ومتنوعين الثقافه. اكس فاكتور لاول مره في العالم العربي، ده هيكون طبعا من بدايه في الشهور الاولى من بدايه العام القادم، لكن من دلوقتي المسابقه، وفي كل الدول العربيه، ولكن في مصر في القاهره والمنصوره. اوعوا تضيعوا الفرصه دي. خلونا نشوف تقرير عن الاكس فاكتور، وبعد كده غاده رجب. برنامج اكتشاف النجوم الأشهر عالميا. X Factor is finally coming to the Middle East. أخيرا في الوطن العربي. We are in the search for a star. البرنامج الوحيد الذي يصنع النجوم.
البرنامج الذي حقق أعلى نسب المشاهدة في 40 دولة حول العالم. الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، الدنمارك، هولندا وبلجيكا. شارك في اختبارات الأداء في القاهرة في 21 من نوفمبر بالمركز الصحفي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. المنصورة في 22 من نوفمبر بفندق جامعة المنصورة. قريبا فقط على CBC.